جريمة وجرائم أخرى نسبت إلى مجموعة من المتهمين سلط الضوء على ما حصل في 12 من أيلول المنصرم من قتل مسافرين قادمين من كربلاء والفلوجة فيما عرف بجريمة النخب، إذ أكدت قيادة شرطة الأنبار أن اعتقال 3 من المتورطين في الحادث كشف المزيد من الحقائق عن جرائم أخرى لم تعرض للرأي العام كما حصل مع هذه الحادثة. تم التعمق معهم بالتحقيق واعترفوا صراحة على هذا الحادث، وكذلك اعترفوا على حوادث أخرى في قتل وحرق موقع يعود للجيش، وأيضا قاموا قبل حوالي 27 يوما بقتل الشيخ أحد شيوخ القائم بقتله وذبحه بواسطة السكين، وأيضا اعترفوا على هذا الحادث أيضا، وتم تصديق أقوالهم قضائيا وأجريت لهم كشف الدلالة. وتقول اعترافات هؤلاء المتورطين الذين تطابقت مع كشف الدلالة التي أجرتها شرطة الأنبار في موقع الحادث إن الجريمة خطط لها من قبل الأمير العسكري للدولة الإسلامية في الأنبار ويدعى أحمد ديوان، وإنه قتل الضحايا بدافع إثارة الطائفية. جانا الواجب سيد النخيب، نعم، فخرجنا احنا 4 من الرطبة والبقية جم أحمد ديوان الولد بالسيارة والمجموعة والمجموعة الأخرى من هناك على الطريق هناك خيمة، نعم، بها فبقينا هناك. الخيمة وين؟ منطقة والله سيدي بالصحراء. من نصبنا السيطرة اجت المنشأة في خلال هالعشر دقائق، yeah. وقفت المنشأة صعد بها أحمد ديوان وعدة أشخاص مع أحمد ديوان، yeah. صعدوا للمنشأة ورا فترة نزلوا الرجال وابقوا النساء والأطفال. اجت وراها بفترة بهبهان بها 3 رجال ونساء، yeah. نزلنا من عندهم رجال 2 من قاعد معركبهم بدينا بالتنفيذ بهم على منطقة الرأس. ولا تقف الاعترافات عند حادثة النخب، بل كشفت عن جريمة أخرى لا تقل بشاعة بعد قتل وحرق جنود عراقيين في منطقة عكاشات. هاجمنا بهجوم مباغت على النقطة، فقتلنا الجنود، نعم، كانوا موجودين، زين. بعدين قام يرمي واحد من الجنود ونهزم الى مسافه، راح علي الامير احمد ديوان، نعم، نفذ به قتله براسه ثم سحب به دعاميه السياره بحبل ثم وضعها، ثم جمعنا الجنود القتله، نعم، بنقره مال تراب، نعم، واخذنا غاز من الهمرات، نعم، ووضعناها على الجثث، نعم، قمنا بحرق الجثث. وتشير اعترافات هذه المجموعة إلى أنهم قتلوا من ركاب الحافلة التي اعترضوها في منطقة الوادي القذر في النخيب 22 رجلا رميا بالرصاص، غالبيتهم من مدينة كربلاء واثنان منهم من مدينة الفلوجة، في حين تؤكد الجهات الرسمية أن المعتقلين رسميا من المتورطين حتى الآن هم 4، فيما لا يزال 7 آخرون فارين بينهم الأمير العسكري.